صباح الخير او مساء الخير على حسب احنا موجودين فين. انا اسمي اشرف والي، استشاري امراض نساء وولاده بسويسرا من اكتر من 35 سنه. حابب النهارده ان انا اتكلم لمحه بسيطه عن فرع طب التجميل النسائي، وده فرع حديث ظهر في العشر سنوات الاخيره واثبت اهميته. علشان كده يهمني ان انا اتكلم عن بعض النقط اللي قد تواجه السيدات في الوقت الحالي. الصحة والجمال من أهم النقط اللي بتهتم بيها المرأة في مراحل عمرها. من النقط اللي مهمة للمرأة في هذا المجال الاهتمام بجمال وصحة المناطق الحساسة، ومنها الشفرتين سواء الكبيرة أو الصغيرة. النقطتين دول لهم علاقة باتجاهين، لا إما تصغيرهم أو تكبيرهم. في نقط كتيرة تحتاج أحد العمليتين سواء التصغير أو التكبير، وإحنا عارفين طبعاً إن ده ممكن يتعمل بتدخل جراحي أو غير جراحي. التدخلات الغير جراحية المعروفة والمتعارف عليها على مستوى العالم سواء بالليزر أو الفيديو فريكونسي أو بحقن الهاليرون أو بحقن البلازما غنية الصفائح الدموية. وطبعا ما يفوتناش ان في برضو إمكانية لحقن الجي سبوت او الجي شوت علشان الاهتمام بالناحية او العلاقة الزوجية الحميمة. النقطة دي بتاخدنا للنقطة اللي بعديها اللي لها علاقة بتضييق وتجميل المهبل، وده بيحصل في بعض الولادات المتكررة أو في بلوغ سن اليأس أو الترهل اللي قد يحدث لبعض السيدات. بتحتاج علشان حياة متوازنة وعلاقة زوجية سليمة، بتحتاج إن احنا نهتم بهذا الموضوع ونلتفت إليه وبلاش إن احنا نتجاهله. فطبعا الموضوع ده سهل وبسيط وهيحتاج علاج برضو مش علاج غير جراحي او جراحي. حتى العلاج الجراحي بسيط جدا في يعني في عمله، وبتحتاج العملية فترة بسيطة وبتقدر تخرج العيانة في نفس اليوم من المستشفى وبتقدر ترجع لحياتها الطبيعية بعد اسبوعين. نيجي النقطة اللي بعديها واللي احنا بنشوفها برضو كتير، اللي هو مشكلة السلس بول، اللي هو التبول الإجباري، واللي بنشوفه في بعض السيدات أثناء الصلاة، أثناء الكحة، أثناء الصعود إلى أو يعني صعود السلالم. ده بتحدث كتير، وده إحنا إمكانية علاجه تبتدي بتمرينات رياضية أو ببعض الحبوب المتعارف عليها، أو بنحتاج برضو علاج غير جراحي أو علاج جراحي، وده بيخلص او العيانه تقدر تقوم بالعمليه دي وتخرج في نفس اليوم. في لمحات كتيره وفي اهتمامات كتيره بطب التجميل النسائي شايفينه على مستوى العالم وابتدى ياخد موقعه، ويهمني جدا ان انا ارد على اي استفسارات واسئله انتوا تفكروا فيها. وفي نقط كتيرة أنا ما أقدرش ألم بكل النقط دلوقتي في الفيديو البسيط، إنما أنا يسعدني إن أنا أجاوب على أسئلتكم في أي وقت. وتحياتي، تصبحوا على خير.